السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا المشتركين معنا في القناة، حبيبنا جوه مصر، حبيبنا بره مصر، إن أحبكم جميعا في الله. النهاردة مشاكل من مشكلة التربية الجماعية، بس مشكلة ظريفة، بس يعني أنا إيه بحب أقول لحضراتكم عليها على أساس تخلي بالكم وتعرفوا الحمامة الشرسة، الحمامة الزعيمة، عشان تفصلوها عن المجموعة. تمام؟ ده يا عيني ذكر زاجل من المستويات الجميله جدا جدا عندي، واخد نتائج زاجل ممتازه وفرخه ما شاء الله، وهو تحتيه دلوقتي زغلولين. الذكر ده ما شاء الله عليه صحه وطول وعرض وكيان، بص 100 100. بص يعني انا مسميه كده رشد اباظه بتاع الغيه. تمام؟ الذكر ده في تحتيه عين فاضيه. تمام؟ ففي ذكر رومي انا كنت حاطه مع الحمام عشان مش لاقي له مكان، عامل زي الدايه ولسه مش لاقي له مكان. الذكر ده حب العين دي، واخينا ده عايز ينزل، يعني العين دي بتاعته هي كمان، لما يكون العين اللي فوق فيها زغليل يبقى خد ديت عشان النتايه تحصي مع الزغليل. راح الذكر الرومي مسكه بقى روق عليه زي ما حضراتكم شايفينه كده. خد العلقه المتينه، وعيني مهما كان هو شقي ومهما كان هو زاجل ومهما كان كل حاجه، بس بصراحه التاني مفتري. بص التاني شكله عامل ازاي اهو، شايفين شكله عامل ازاي؟ بصراحه مش هينفع معاه لا زاجل ولا غير زاجل. الاحجام يا باشا الاحجام، ده مسكه طحن طحن، وعطله واحده في عينه وخلى عينه عينه ما يبقاش شايف بيها من كتر ما ورمت ومتسعه خالص، وكان زنقه بين الخوص بتاعه العيون. لولا انا طلعت كان جراحه وكان ممكن يتكسر فيها. تمام؟ فانا طبعا دلوقتي هاخد دوت، بما ان هو عيني دلوقتي اي ذكر دلوقتي في الوقت ده بيزوم عليه، بما ان هو مضروب كده. بص في ذكر كريزلي، بص بص في ذكر كريزلي اهو، شايفه مضروب يا عينه ايه عمال يزوم عليه، عشان التاني طبعا تعبان مش قادر يتحرك. بس ده لو بصحته الكريزلي ده ما يقدرش يجي جنبه حتى. بص بقى شايف، شفت المثل الشعبي بتاعنا اللي بيقول العجل لما بيقع بتكتر سكاكينه؟ اهو ده بالظبط. شوف عايز كمان يكسره، عايز يكسر عليه. يا مفتري يا مفتري، ده تعبان سيبه. وده عين ده مطحون، بص عينيه عين مش عارف يشوف منها. الذكر الرومي غبي غبي غبي، شوف الذكر والله العظيم صعبان عليا. طب انا اعمل ايه دلوقتي عشان الديكوره الرخمه دي ما ترخمش عليه، عشان هو دلوقتي مضروب ومهزوم ومش قادر يا عيني يرفع راسه وسط الحمام. هاخده هو وانتهيته، وهدي له الباب بتاعه واحبسه مع الزغاليل بتاعته لحد ما يفوق يومين ثلاثه كده، يفوق ويشد صحته، روح فاتح عليه تاني بقى وياخد حقه، ياخد بطار. اما بالنسبه للذكر الرومي المفتري ده اللي ما حدش قادر عليه في الغيه، ده لازم ياخد عين. طب يجي حد بقى يقول لي يا عم نصر، طب انت ليه سايب الرومي مع الحمام اللي في الغيه؟ ده ما ينفعش اصلا. اقول لك ما انا ما عنديش مكان، عليا نعمل اماكن عندي كلها اتملت، فان شاء الله ربنا ييسر اجيب شويه سلكات كده واخد الحمام الثقيل دوت اعزله وافرج عن الحمامه دي عشان تاخد حقها، بس مش عارف تاخد حقها منين بقى، بس هتاخد حقها من الكريزلي وخلاص. فده موقف من الحاجات الجميله جدا، يعني هي طبعا حاجات مؤسفه للاسف، انا زعلان عليه يعني عشان الضرب ده. انا ما كنتش يعني لو كنت لا قدر الله ما كنتش طلعت كان عينه راحت فيها في الضربه دي، بس ان شاء الله خيرا. وطبعا اهم حاجه تتابع طيورك، ولو لقيت حاجه مبلطجه زي الفرد الرومي ده لازم تاخدها بسرعه وتعزلها عن بقيه الحمام، لان ممكن تبهدل لك الحمام كله. طبعا الحمد لله ما فيش خسائر غير ان الذكر ده بس اتضرب واتحط عليه وكده، يعني الذكوره كلها عماله تزوم عليه بما ان هو مضروب، فلازم نعزله عشان الراحه النفسيه بتاعته. هنعزله شويه مع النتايه والزغلولين لحد ما يظبط نفسه كده يومين ثلاثه، وبعد كده نفتح عليه ونقول لهم ايه انا رجعت تاني. فمن المواقف الجميله اللي بتحصل للحمام واللي لازم نخلي بالنا منها عشان ما يحصلش خسائر لا قدر الله. تحياتي ليكم، وان احبكم جميعا في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ادي الذكر اهو بالنتايه بتاعته بالزغلولين بتوعه، والله ذكر صعبان عليا جدا، يعني اللي اتحط عليه حته جامده جدا. ادي النتايه بسم الله ما شاء الله، شايفين النتايه بتاعته بالتقليب، وبسم الله ما شاء الله الزغلول بتاعته طالعه جميله جميله جميله. بص بسم الله ما شاء الله، زغلول لسه ايه بطش، شايفين الزغلول عامله ازاي؟
لسه دي لسه حتى ما يا دوبك هي لسه حتى ما كملتش بطش. بسم الله ما شاء الله. ذكر عينه دي كانت تروح دي. بس عينه سليمه من جوه، هو الجفون بس بتاعها عشان هو اصلا ذكر من البغدادلي، الزواجل البغدادلي الزراجل. بص عامل ازاي انت بتاعته. بسم الله ما شاء الله. بس بس اخلي اهدي. شاف شاف البؤبؤ، شاف العدسة حوالين البؤبؤ. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. دول بقى يتحبسوا كده لمده 3 4 ايام لحد ما الدكر ده يفوق، عشان الديكوره اللي تحت حط عليه خالص. وان شاء الله خيرا. وطبعا اي حاجه تلاقيها زعيمه او واخده بتبلطج على الحمام في الغيه، ولو انت بتربي حمام جماعي واي حاجه بتبلطج وعامله نفسها فتوه، لازم تاخدها تحبسها في عين، لان دي ممكن تدمر لك الدنيا وتكسر لك الدنيا خالص. تمام، تحياتي لكم، وان حبكم جميعا في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.